وي السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع سيلوات كاميو. اليوم عندي واحد لا كوموند ديال انا الاخت العروس، انا العروس، اخ العروس، بنت عمه العروس الى اخره. وبقاو معايا تشوفوا الطريقه كي درت ليها جي ا زد. كي درت عطيت الاعدادات للماكينه، حاليا كملات البابي بطبيعة الحال بابي كرتوني، إعدادات تقطيع، هي التصوير بيد وحدة والعمل باليد الأخرى زعما الصراحة صعبة للغاية. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. اليوم راني خدام بالمات حيت علاش عندي بابي كارتوني. بابي كارتوني ما عندوش لا ديزيف من اللور، يعني ما عندوش فاش يلصق، يعني ما عندوش سيبور. الو خاصنا ضروري يكون عندنا المات. كما كتشوفوا اشكال بسيطه في الاخير كتولي بحال هكا، يعني بحال كتكون في الاعراس في المناسبات كل واحد فاش كيخدمها. طريقة بسيطة ولكن لا فينيسيون راه ممكن نديرو واحد لاصو، نديرو واحد الوردة إلى آخره. هادي شكل آخر، هذا واحد الشكل آخر عاوتاني. هذا قالوا لي شكل سامبل، ما يكونش قلب، ما يكونش ورد، ما يكونش شي حاجة. جا هكا مع التركاب ديالو نوريكم في الأخير كي غادي يكون. بعد طباعة الورقة في ماكينة تكون على هذا الشكل، وكما تلاحظون انني قمت بعمل هذه النقاط تكون تلقائية في برنامج السيلويت كاميو. من هنا اعدادات الورقة نذهب الى لمارك لغوبير ونقوم بعمل اكتيفي فتظهر لنا على هذا الشكل. دورها أنها تقوم بتعريف الماكينة، مكان تواجد التقطيع لتذهب مباشرة إلى المكان الذي ستبدأ به. عندما تكون هذه العلامات مفعلة بمجرد الضغط على أمر الطباعة تقوم الطابعة القاطعة بالبحث عن النقاط لتحدد مكان التقطيع، من بعدها تبدأ في التقطيع. لكن أنا بخبرتي لأنني قمت بالعديد من الأعمال بواسطة هذه الطابعة أصبحت أستغني عنها. لماذا وكيف؟ سأريكم الطريقة. عندما أدخل الورقة ملاحظة بسيطة فقط لكي لا تلعب الورقة معكم، أنا أقوم بحصرها بين هذه هذه الجرارتين. من صح أصلا إذا صح القول نقول هذه العجلات من هنا ومن هنا. لماذا؟ لتكون فوق الورقة لكي لا تلعب الورقة أثناء التقطيع. بمجرد الضغط على انفويي تذهب أمر الطباعة إلى الماكينة. أنا قمت بالطباعة من قبل لهذا أقوم فقط بالضغط على ريبيتي لو ترافاي فتبدأ بالتقطيع مباشرة دون البحث عن النقاط دون قراءة الورق. المساحة عندي في المحل صغيرة، لهذا تجدون بعض الفوضى. على فكرة هناك بعض الدروس القادمة إن شاء الله بواسطة هذه الماكينة رولاند اس بي 300 في. رولاند هي عبارة عن طابعة تقوم بالطباعة ولها التقطيع أيضا. كيف؟ ستلاحظون بعد
شفتوا راح يظن سأقوم بوضع الهاتف هنا. لا أعرف إذا كنت ستجدون دون هذا الشيء أو لا. حسنا، سأقوم بهذه الأشكال مقطعة بالفعل. واو، العمل بيد والتصوير بيد أخرى. والله 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 عمل صعب جدا. لا أملك حتى الأظافر. أقوم لحظة. تلاحظون أنها تقوم بالطباعة والتقطيع في آن واحد. بعد الطباعة تمر اللاما وتقطع الشكل كاملا. سأعود معكم في درس آخر إن شاء الله. كما تلاحظون لقد قامت بالتقطيع، تقطيع الشكل بسلاسة. سأريكم الإعدادات التي أستعملها في الكارد ستوك 300 جرام. هذه الإعدادات التي أنصح بها: الشفرة 3، الجهد 23، السرعة 4. كلما كانت الورقة غليظة، يعني كلما كان الورق مقوى، كلما كانت السرعة أقل. كلما كان الفاينل أو الأشياء الرقيقة نزيد في السرعة. هنا الأشياء التي قمت بتقطيعها: بنت خال العروس، بنت خال، بنت أخت، أنا أخت العروس، عمة العروس، خالة العروس، خالة العروس، عمة العروس، عمة، عمة، وهناك أسماء أخرى: بنت عم، بنت عم، وأشكال أخرى. سأقوم بأخذ الورقة الآن وأنزع الورقة من المات. الإعدادات جيدة عندما تكون الإعدادات قليلة أو قوية. تقوم بنحت المات والورقة. عندما تكون الإعدادات ضعيفة ولا تقوم بتقطيع الورقة، فإننا سنجد صعوبة في نزع الورقة المرادة من الورق الكامل. سأقوم بإعداد الورقة من جديد. كما تلاحظون هناك علامة نقوم بوضعها على هذا الشكل في الزاوية. نقوم بإلصاقها، لأن المات يحتوي على بعض اللصاق لكنه ليس قويا جدا، لذلك يسمح لنا بنزع الورقة. أصور بالهاتف لكن يقومون بالاتصال